ولدي وصاني بعيش بالمصداق يا ترقى بطل مراف العباد احياني وامشي مع اصحاب النقى والصدقى ونسح ظهري في الزمان اخواني مالي ومال الغرب واهل الشرقى لاني على مبدا وخطي ساني بني وبين اهل المصالح فرقى باب الطمع مكفر من وجداني هذه حقيقه لانني متلقى يا سامع اللقل من رباني فمانا من اصحاب النفوس الحمقى ما دام وانا مرجعي بحالي احد الحصن الرافعات الشهقى ذيه على العز بنا خلباني اهل المعارف من قدين الغرقى للجود من بعمد بين الجاني بنهج مع اصحابي طريق الحقى غرامتي واعمامي الشجعاني ما دام انا بين الذياب الطرقى اصبر ما دام هذا الزمان اعلاني واذكر محمد فايح البرقى صلاه من قلبي ولساني يقول اخي حاشق محمد ببقى على الوفا ما والدي وصاني بعيش بالمصداق يا ترقى بطل مراف العباد احياني وامشي مع اصحاب النقى والصدقى ونسح ظهري في الزمان اخواني مالي ومال الغرب واهل الشرقى لاني على مبدا وخطي ساني بني وبين اهل المصالح فرقى باب الطمع مقفول من وجداني يا سامع اللقل من رباني وانا من اصحاب النفوس الحمقى ما دام وانا مرجعي بحاني احد الحصن الرافعات الشهقى ذيه على العز بنا هلباني اهل المعارف من قبين الغرقى للجود من بعمد بين الجاني بنهج مع اصحابي طريق الحقى غرامتي واعمامي الشجعاني ما دام انا بين الثياب الطرقى بصبر ما دام هالباني.